أن نشكر النعمة بعد أن تأتي بالقلب واللسان والجوارح. আমিলে যে নিয়মত মাসি আপনার শুক্রিয়া আদায় করে নেবো আল্লাহ আপনার কাছে জানাও নিয়ে আপনার মুটু বড় ভেদে বড় আপনার জীবন বড় না আপনার হাত সর্বাঙ্গ বড় না আর হালা আল হাল আল আউয়াল মিন আহওয়াল আল নাস হাল আস সারা হাল আল নিআম ইও মানে মানুষের হালত এর মধ্যে পয়লা হালত যে মানুষের ধন অথবা খুশি প্রাপ্ত হলো আল আস সানি আন আল ইনসান ইযা বতুলিয়া সাবর ইয়ানি ইযা قدر الله سبحانه وتعالى عليه مصيبة حادث فقد مال فقد ولد ماذا يصنع يصبر صدقك يا بني ما ماني سمعت يقول كشتا مشا قلت لك مش كشتا مالي وانا تقني نقصان هو لي ولي داري سيكون كشتا سمع الرسول نعم بعض الناس يسعى عافية السلامة إذا ابتلي تسخر اعترض على قضاء القدر كيف يعترض؟ بالقلب وباللسان تجد مثلا يصيح يسب يشتم يلعن أو بالجوارح مثلا يكسر يشق الجيوب ينتف الشعور أو يلطم الخدود هذا تسخط هذا كبيرة من كبائر الذنوب الواجب بإجماع الأمة عند الابتلاء عند المصيبة أن تصبر يصبر بقلبه وبلسانه وبجوارحه نعم الثالث من أسباب السعادة أن الإنسان إذا أذنب استغفر أسباب السعادة كان الوقت كسر كان اليوم يدي ماني استفاقر سنو لزوري سنكي مستفاقر شكي غروس استفاقر ليس الإشكال في أن الإنسان يذنب لأن كل بني آدم خطاء والمعصوم من عصم الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعني الإنسان الآن إذا أذنب واستغفر هذا لا توجه إليه الله خلاص تتركه نعم توجه اللوم إلى من يذنب ولا يستغفر